بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده الحقيقه عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار، في احداث كتير، في بطولات خلاص يعني في نهايتها، في استعدادات، في عوده للمباراه مره اخرى. هنجيب لكم النهارده يعني تشكيله من الاخبار اللي حصلت خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا. بالنسبه للفقره الحواريه النهارده هتبقى ليها علاقه بالتنس الطاوله. حضراتكم طبعا عارفين ان كابتن خالد العوضي منذ تولى المسؤوليه كمدير النشاط الرياضي هو مركز في اتجاهين، اتجاه في التعاقد مع لاعبين جدد، لاعبين يضموا او يعملوا الفارق مع الفرق الرياضيه المختلفه، سواء تعاقدات جديده، قادمين من الخارج، عوده للمحترفين. والمحور الثاني اللي اشتغل عليه كابتن خالد وهو التجديد للاعبين الموجودين في النادي الاهلي حاليا، والنادي الاهلي في حاجه اليهم، ولازم يكون التفاوض معاهم سريعا والتجديد لهم سريعا. في تنس الطاوله كان الوضع مع اثنين لعيبه يعني مش محتاجه تفاوض ولا محتاجه اي حاجه، محتاجه ان النادي الاهلي مازال في حاجه اليكم، خلاص هو ده التفاوض. هيكون معانا اثنين نجوم، اثنين اساطير من لعبه التنس الطاوله، هيكون معانا كابتن الفريق، كابتن النادي الاهلي، واحد اساطير اللعبه الكابتن سيد لاشين والكابتن محمد البالي، والاثنين بالمناسبه جددوا من اسبوع والنادي الاهلي اعلن التجديد ليهم هما الاثنين. يعني حاجه النهارده يعني هما كانوا ضيوفنا كتير، وكل مره الحقيقه بيفاجئونا بالروح، بيفاجئونا بالترابط، بيفاجئونا بالمستوى. يعني يمكن محمد البالي كان في اسبانيا، سيد لاشين كان في تركيا بيلعبوا مباريات هناك، وعند الحاجه اليهم مع النادي الاهلي بيبقى التوقيع مباشرة والتجديد مباشرة. هيكونوا معانا هنتكلم معاهم عن أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي والفترة القادمة في تنس الطاولة، وأيضا مع منتخب مصر الوضع هيكون إيه واشتراكاتهم وإيه القادم بإذن الله. هنروح لأخبارنا، هنبتدي بكرة اليد. كرة اليد الرجال في النادي الأهلي بيستعدوا بقوة لمباراة سموحة. بالمناسبة مباراة سموحة دي مباراة مؤجلة، كانت مؤجلة أي وقت ما كان النادي الأهلي بيشارك في بطولة العالم في السعودية، اتأجل لهم عدد من المباريات، عددهم أربع مباريات. دي أولى المباريات المؤجلة هيكون مع نادي سموحة. الماتش هيكون بكرة بإذن الله بقيادة طبعا المدير الفني ديفيد ديفيز، وهتكون المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. فرقتنا دلوقتي في المركز الثامن، ولكن المركز الثامن ده ليه؟ عشان احنا لينا أربع مباريات مؤجلة، منهم مباراة بكرة إن شاء الله. لو فزنا فيهم هنتصدر الجدول مباشرة، مفيش أي حسابات تانية. طبعا دي صورة المدير الفني كابتن ديفيد ديفيز. الحقيقة اللي يعني عايز أقول لكم اللي بيروح النادي وبيحضر التدريبات، أنا في من وقت للتاني الحقيقة بروح أحضر التدريبات وبشوف الفرقة، يعني هو يعني بادئ من الصفر، يعني مش قصدي إن هو مفيش شغل، لا، بس بادئ بيبني السيستم بتاعه من الصفر، من الجمل التكتيكية البسيطة، التو مانز بلاي، المثلثات، المربعات، الكلام بتاع الهاند بول الناس عارفاه، بادئ بيه من تحت عشان لما يبتدي يبني السيستم بتاعه دفاعي وهجومي في النهاية يبتدي يبقى هذا النظام أو السيستم يكون صلب، يكون بدأ بيه من تحت لفوق. وخلي بالكم احنا عندنا وقت في ماتشات يعني تعتبر ليفل يعني قليل شوية، مش قوية جدا، يقدر فيها يطبق السيستم بتاعه. فإذا الفريق شكله كويس جدا، الفريق ماشي بشكل جيد. يوم الجمعة بعد سموحة عندنا الأولمبي، هنلاعب سموحة بكرة إن شاء الله، والجمعة هنلاعب الأولمبي بإذن الله، ويوم الاثنين اللي جاي هيكون مع الوليد، ودول الثلاث ماتشات اللي جايين للفريق. زي ما شفتم حضراتكم مباريات بشكل يعني ما فيش قوه جامده، يعني يمكن المباريات القويه لسه شويه، لسه على الموسم يخش في الجد يمكن في شهر مارس ولا ابريل، فدي فتره كافيه جدا لمستر ديفيد ديفيس، سواء للجهاز الفني او اللاعبين يفهموا بعض مع المدير الفني، ايضا مع المصابين يكونوا رجعوا، هتبقى الدنيا احسن كتير جدا جدا فريق كره اليد، وهو ده ان شاء الله اللي بيتمناه جمهور النادي الاهلي. هنروح لفريق كره اليد سيدات. زي ما حضراتكم عارفين كان في ست لاعبات من فريق كره اليد سيدات متواجدين مع منتخب مصر للعب بطوله افريقيا في السنغال هذا الشهر، واللي ساهموا مع المنتخب في حصوله على المركز الثامن. ولكن هتقول مركز ثامن، معلش مركز ثامن، احنا النهارده منتخب السيدات احنا ما ندافعش عنه، ولكن دي الحقيقه. المنتخب قعد 10 سنوات لا يشارك في افريقيا. تخيل دولة بحجم مصر في كرة اليد 10 سنين ليس لها منتخب سيدات، فالنهارده بيشارك في أول بطولة، بيخسر بشرف من السنغال في دورة الثمانية، كان 21-19، كسبنا تونس، دايما كانت أحد أقطاب النهائي بتبقى تونس، كسبناها في المجموعة، يعني الفريق أدى بشكل كويس كبداية، كويس جدا، نتمنى الاستمرار، واللجنة المؤقتة للاتحاد أو أي مسؤول في الاتحاد لابد أن يرعى هذا الفريق جيدا، وانه يشارك، والاستمراريه في المشاركه هي اللي هتعمل نتائج. ما ينفعش ان احنا نيجي دلوقتي نقول خلاص شكرا مش عايزين منتخب، ونيجي كمان سنتين قبل بطوله افريقيا نجمع المنتخب. لازم زي ما المنتخب الكبير لكره اليد في حاله انعقاد دائم، لازم منتخب السيدات ايضا يكون في حاله انعقاد دائم. وتصور الدكتور اشرف صبحي يعني اكيد لن يبخل على اتحاد كره اليد بكل ما هو متاح وكل الدعم
عشان يوصل بمنتخب السيدات انه يوصل في العالميه زي منتخب الرجال. بالمناسبه في افريقيا انت عندك ازمه فقط مع افريقيا السمراء، الاجسام، القوه، الاحتكاكات دي ممكن تيجي مع التدريب الجيد ومع الاستعداد ومع التكنيكاليتي العاليه. في الحاله دي هتقدر تتغلب على الفتنس. فاذا نتمنى ان المنتخب السيدات يستمر ويستمر الدعم بهذا الشكل. كان في 6 لاعبات من هم عندنا منه الله سيد، ليلى هيثم، شاهد الشواربي، امينه هشام، تؤى كامل، وامينه عاطف. دول كانوا السداسي اللي مشارك مع منتخب مصر. كابتن محمد عادل زويل المدير الفني اداهم راحه فتره عشان طبعا هم راجعين من معسكر شهرين، كان لابد من اسبوع على الاقل راحه عشان يسترجعوا منطقتهم تاني ويستعدوا للتمرين ويستعيدوا بقى تاني، يعني زي ما بيقولوا اعاده استشفاء، لازم راحه سلبيه يبعدوا عن كره اليد تمام. هنبتدي الاستعداد عشان لاستئناف الدوري ان شاء الله. عندنا الجوله السادسة هتكون مع نادي 6 اكتوبر ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، بعد استئناف بقى الدوري ان شاء الله الجمعه الجايه. مش هيبقى فيه تجمعات للمنتخب، انتوا عارفين الفتره اللي كانت قبل كده شهدت ان الفرقه دي خسرت مباريتين نتيجه ان لعيبه النادي الاهلي 10 لاعبات بيشاركوا في معسكر المنتخب 5 ايام في الاسبوع، بيرجعوا ليله تمرين واحد وبعد كده يلعبوا مباريتين، فما كانش فيه هارموني مع الفرقه وبعضها. بتهيألي من النهارده وطالع مفيش، خلاص مفيش اشتراكات دوليه، مفيش تجمعات. اتصور ان المنتخب هيحصل فيه تجانس، سوري فريق النادي هيحصل فيه تجانس بشكل اكتر، هيبقى فيه تحسن في النتائج اكيد بشكل اكتر. النادي الاهلي عنده 11 نقطه، الفريق عنده 11 نقطه في مشوار الدوري، وطبعا يكون من الفوز على المعادي ومدينه نصر والزمالك، والخساره من سموحه والطيران زي ما قلت لحضراتكم. ولكن كل التوفيق ان شاء الله لفريق كره اليد سيدات ان هم ان شاء الله يستعيدوا اللقب سواء دوري او كاس اللي احنا خسرناهم السنه اللي فاتت. ولكن طبعا وضع طبيعي انه يحصل بعد 10-15 سنه احتكار للبطولات، قد تبعد عنك البطولات موسم، بطولات موسم او نصف موسم، وبعد كده بتستعيد تاني قواك وترجع تاني تقف على رجلك. كل التوفيق ان شاء الله للمدير الفني كابتن محمد عادل واللاعبات. هنروح لكره السله رجال، الحقيقه عندنا كلام كتير جدا محتاجين نقوله عن هذا الفريق. امبارح كانت مباراه الذهاب الاتحاد السكندري الاهلي والاتحاد السكندري، وكانت المباراه الاولى هي المرتبط. المرتبط نجح انه يفوز بنتيجه 81-65 في مباراة الحقيقة كانت جيدة جدا. دي صورة فريق المرتبط، الحقيقة أدوا بشكل جيد جدا، عملوا يعني أداء كويس. ويتميز النادي الأهلي في المرتبط الحقيقة بالثلاث لاعبين اللي تحت الحلقة، لا الحقيقة يعني على أعلى مستوى، أنا شايفهم يعني الحقيقة مستقبل كبير جدا لمنتخب مصر والنادي الأهلي، سواء أحمد ربيع، سواء علي، سواء عصام، سواء موفق كمان تحت الحلقة، بالإضافة طبعا اللعيبة كلهم. امبارح كان عمر حاتم في المرتبط موفق بشكل كبير جدا، أحد اللاعبين المميزين جدا جدا وهيكون له شأن كبير عمر حاتم. خلينا طيب نروح للفريق الكبير. الفريق الكبير لعب المباراة امبارح، المباراة مشيت ايكوال تول الجيم، 4 بونت 5 بونت 4 بونت 5 بونت، لغاية قبل المباراة بدقيقة السكور فتح شوية. طيب احنا عندنا بعض الأمور اللي محتاجين نتوقف عندها شوية. اولا هنتكلم عن اهم عامل وهو التحكيم، واحنا قلنا هنا اننا بنتمنى، انا كنت كهيثم السعيد وكانت امنيه شخصيه ليس لها علاقه بالتمنيات او برؤيه النادي، انا بتكلم عن شخصي او يعني عن رايي انا الشخصي، كنت اتمنى وجود حكام اجانب، وده مش رايي بس، راي كل المتابعين سواء جوه مصر او بره مصر كان لازم وجود حكام اجانب. وللاسف انا بقول للاسف احنا عندنا حكام جيدين جدا، ولكن لما بيجوا على في المناسبات او المواقف زي نهائي، زي مباراه جماهيريه، مباراه عصبيه، الحقيقه بيحصل فقد للسيطره تماما. امبارح شاهدنا يعني سلسله من الاخطاء التحكيميه يعني اللي ملهاش حل، يعني اخطاء تحكيميه الحقيقه احنا حذرنا من السيميوليشن في 3 بونت اكتر من مره، وقلنا الحكام الاجانب جم صفروها على الكثير من لاعبي الاتحاد. السيميوليشن يعني مثلا زي لعيب في ضربه الجزاء بيمثل ضربه جزاء بياخد انذار على طول، ولكن للاسف وقع الحكام امبارح في فخ السيميوليشن، ما حسبوش حاجة، بالعكس حسبوها على النادي الأهلي، تخبط كبير جدا في القرارات لدرجة إن هم شدوا الجهاز الفني النادي الأهلي وشدوا اللاعبين بهذه القرارات. طيب هل اللعيبة، طب يعني اللعيب بشر، فلما بيلاقي هذا التحكيم أو هذا المستوى من التحكيم لازم بيتشد غصب عنه، اديني حقي وأنا بعد كده كويس وحش دي بتاعتي، يعني مش مبدأ إن أنا امبارح خلينا نعترف إن الفرقة مش أحسن حالتها، وهنحلل ليه مش في احسن حالاتها، ولكن هل انا مش في احسن حالاتي ثم ما تدينيش حقي؟ هو ده مربط الفرس. نادي الاتحاد السكندري لم يطلب هذه المباراه حكام اجانب، مش سيبك من يعني مش هنقول النادي الاهلي ولا النادي الاهلي طلب او ما طلبش، طب هنتكلم على نادي الاتحاد لم يطلب حكام اجانب ليه؟ احنا كل المباريات اللي كانت في حضور حكام اجانب، كل البطولات اللي كانت في حضور حكام اجانب فاز بها النادي الاهلي، زي ما بقول لكم كده. ليه حكم اجنبي لا يعرف اهلي، لا يعرف زمالك، لا يعرف اتحاد، لا يعرف هيثم، لا يعرف محمد، لا يعرف ما يعرفش حد، بينزل يصفر مسطره واحده. كل البطولات
حتى البطولات العربيه، كل البطولات اللي كانت في حضور حكام اجانب، حكام ليفل 1 في اوروبا، النادي الاهلي بيكسب، لان الفريق الفنيا عالي، ما عندوش ازمه خالص انه يجي حكام اجانب. وهنا الاتحاد السكندري لما يطلب بوجود حكام اجانب، لانه زي ما قلت لحضراتكم وضع طبيعي ان هو يقول كده، لانه البطولات كلها اللي جه فيها حكام اجانب فاز بيها النادي الاهلي. طيب انا بس مش عايز ادي للتحكيم، يعني اتمنى نشوف بكره تحكيم بشكل مختلف. اديني حقي وادي لكل حد، مش انا حقي بس، وادي للاتحاد حقه. احنا طالبين مسطره واحده، وطالبين انه يبقى فيه فير في التحكيم. ما بقاش يعني امبارح شفنا الكابتن، او يعني مش عايز اذكر اسامي، يعني لما كابتن مستر اجوستي طلب يعني تحدي وقال لي عيد الكره او عيد الكره، انه كان متاكد من الصفاره، انت بتصفر على لاعب عمرو الجندي انه دخل حط باسكت. دي حاجه بتاعت باسكت يا جماعه، انا بقول لكم دي ما فيهاش واحد زي واحد بيساوي اثنين. حتى خبراء كره السله التحكيميه او تحكيم كره السله ما عندهمش شك. انا داخل بحط باسكت، ضربتني وانا في حاله تصويب باخد رميتين. طيب ضربتني وانا مش في حاله تصويب باخد اوت سايد. عمرو الجندي امبارح داخل في حاله تصويب، اتضرب، ما كناش عاملين خمسه فاول، عشان ما تجيش تقول لي ده خدته شوتس عشان ايه خمسه فاول. لا، اتضرب وهو بيصوب، الكره دخلت وانا مغمض، اند وان تتحسب وتاخد رميه اضافيه مش رميتين. طب ليه بقول كده؟ طالما انت حسبت لي كحكم رميتين، يبقى هو كان في حاله تصويب، ولا انا غلطان؟ ما القانون بيقول كده، لو انت في حاله تصويب واتضربت وفاول اعاقك عن احراز السله، يبقى انت محتاج هنا تاخد رميتين. طب انا دخلت حطيت الباسكت او دخلت احط باسكت، اتضربت والكره دخلت اند وان، طب منين انت بتديني رميتين؟ يعني انا في حاله تصويب، ومنين انت مش مديني الكاونت وان مور؟ تضارب غير طبيعي. يعني حتى يعني مجرد، انا ما اعرفش، انا بتهيألي للتحكيم لما بيحصل ضغط عصبي عليهم من المباراه، بالذات الاهلي والاتحاد، لان طبعا انا يعني مش عايز اتكلم ان يعني ايه، مش عايزين نخوض يعني في حاجات، ولكن اتحاد السكندري يعني يا مش مشكله، مش هنخش في كلام لا يقدم ولا يؤخر، ولكن لما بحس ان الحكام بتحط تحت ضغط بتلوز الكنترول خالص. انت صفرت صفاره على اللاعب وهو داخل لحدودي، اديته رميتين، الكره دخلت، يبقى كاونت وان مور، يبقى انا من حقي ثلاثه. مستر اجوستي تحدى، قال له يا كابتن شوف الكره في الاي ار اس اللي هو الفار بتاع كره السله، شافها واصر على رايه. قال له طب ازاي انت مديله رميتين؟ يعني عايز اقول لكم ان في تناقض صعب جدا، مش عايز اقف عند التحكيم كثيرا، ولكن كنا نتمنى حكام اجانب لنجاح البطوله. طيب خلينا نروح لحاجه تانية، لازم ندعم الفريق. هذا الفريق تعرض لنفس السيتويشن ده السنه اللي فاتت، المرتبط كسب وخسرنا الكبير في مباراه كنا ادائنا سيء. جينا تاني يوم المرتبط كسب وكسبنا كبار. اذا هذا الوضع تكرر السنه الماضيه، فاذا احنا بنتكلم في حاجه مش بعيده، وتكرر ايضا السنه القبل الماضيه. فاذا بنتكلم على وضع الرجاله دي بنفس السكواد ده بنفس اللعيبه تعرضوا ليه. ولكن انا اتفهم ان ممكن اكون غير موفق في الهجوم. كل لعيبه شفنا جوردن، بيبن، شفنا لوكا، شفنا اكبر لعيبه في الام بي اي، وشفنا اكبر لعيبه في مصر، بيجي له يوم بيبقى اوف داي، وضع طبيعي جدا. ولكن من الغير مبرر ان انا اكون سيء دفاعيا. هي دي بتاعت اللعيبه، لازم انا مش قادر احط باسكت او مش موفق في الهجوم، لازم اقعد على رجلي وادافع. انا ما جبتش باسكت بس مش هيجي فيها باسكت. مش عارف احط باسكت، مش هخلي الفرقه الثانيه تعرف تحط باسكت. الدفاع، عايزين نكسب بكره، الدفاع، ودي رسالتي للاعبين. الدفاع، كل الدعم للفرقه، لان وضع طبيعي عادي مفيش ازمه. الفرقه لما تكون مش موفقه ماتش عادي، نسب بره النسب الطبيعيه عادي، نسب تصويب خارج النسب الطبيعيه عادي، فاول شوت بيهدر عادي، كل ده ممكن يحصل في مباراه. وكرة السلة الموضوع كله متاح، ولكن أنا بكرة مرتبط إن شاء الله بنسبة 99% يفوز. وحتى لو المرتبط خسر وأنت كسبت بكرة برضه لسه عندك أمل، يعني المرتبط كل اللي هيساعد بالدرجة الأولى إن المباراة بكرة تبقى فاينل. إنما برضه إحنا لابد ولا يعني أي احتمالات تانية غير الفوز بكرة. الدفاع الدفاع الدفاع. ندافع والاستحواذ على الكرة ونجري فاست بريك. كده هيخليك تخرج بره اي عدم توفيق او غير توفيق. ليه فاست بريك؟ انت بتروح 2-1 1-0 بتبقى احتمالات تصويبك اعلى، بتبقى احتمالات انت رايح واصل للمربع زي ما بنقول في لعبتنا، واصل للمربع، فانت بتقدر تبقى نسبك عاليه. الدفاع نصيحتي للاعبين، امبارح انا ما شفتش يعني جيم دفاعي جيد، انا ما شفتش ده. محتاجين ندافع دفاع النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، وده محتاج قلب وروح. تاني نصيحه للاعبين، البنش، البنش لازم يكون روحه اقوى من كده. خلي بالكم احنا بكره ممكن يكون في غيابات،
في لعيبه يعني عمر طارق لسه السبين انكل ده لسه رجله ما تمثلتش الشفاء تماما، وده تفسير انه لعب 4 دقايق وبعد كده ما شاركش. هو عنده سبين انكل من قبل المباراه والراجل يعني بيدوس على نفسه عشان يلعب، ولكن بكره يلعب ما يلعبش دي متروكه للجهاز الطبي مع الجهاز الفني. ولكن بكره هندافع هنكسب، هندافع هنكسب، ودي رساله اللاعبين. البنش اللي جوه زي اللي بره كل واقف على رجله وعلى ايده عشان نكسب، لازم بكره ان شاء الله نكسب. طيب حاجه ثانيه، انا طبعا بناشد جماهير النادي الاهلي انها تتواجد في الصاله بكثافه. الفرقه دي بنت ثقه كبيره جدا، الفرقه دي نجحت انها تبني الثقه بينها وبين جمهورها. 5 بطولات من 5 السنه اللي فاتت، السنه دي لم نوفق في بطوله عربيه بفعل فاعل، وحضراتكم عارفين النهارده احنا لازم كل الدعم لهذا الفريق، كل الدعم للاعبين، وما فيش اي ازمه زي ما قلت لحضراتكم، نقدر نعوض ونقدر نكسب، نقدر نعوض. وانا نفس الموقف ده بنتعرض له كل سنه. مهم جدا البطوله دي، احنا معانا فريق مرتبط كويس، النادي الاهلي بناه بشكل جيد، عندنا ايضا فريق كبير جيد وفي حاله فنيه او وفره لعيبه وسكواد كويس. شفنا مؤمن طارق خيري الحقيقه كان اضافه كبيره جدا للفريق امبارح، يعني احنا فنيا عندنا وفره من اللاعبين. ركزوا، انسوا التحكيم، انسوا التحكيم، دي برضو رساله ثالثه للاعبين. مهما شفت اصل هتشوف، كل ما التحكيم للاسف المصري موجود في المباريات المهمه هتشوف، فاحنا لو دخلنا في الاوبن لوب دي مش هنخلص، التحكيم واتنرفز واخرج بره مودي، لا انا خلاص صفر فكر في اللي بعده، ما تتشدش مع الحكام، اشتغل على نفسك، عوض الكوره اللي جت سواء كوره تحكيم او مش موفق فيها، عوض في اللي بعديها في الدفاع. بالمنظر ده هنكسب ان شاء الله، صدقوني انا متفائل، صدقوني انا عندي ثقه في هؤلاء اللاعبين، ثقه في الجهاز الفني غير محدوده والجهاز المعاون، يعني ان شاء الله يبقى التوفيق. شدوا حيلكم انتوا قدها وقدود. معلش انا طولت في موضوع الباسكت، ولكن كان مهم جدا نوضح لحضراتكم الحقائق، ونطلب ان شاء الله الدعم لهذا الفريق. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وارجع نكمل اخبارنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا قبل الفاصل مع فريق كره السله رجال، خلينا نروح لفريق كره السله سيدات. طبعا الفريق يعني عايش حاله حلوه، طبعا فوز دوري المرتبط اداهم ثقه كبيره واداهم يعني دفعه عشان يكملوا الانتصارات دي بقياده طبعا الكابتن القدير كابتن طارق خيري. كان في خلاص دوري مرتبط خلص، لعبنا دوري السوبر. دوري السوبر عباره عن ايه؟ عباره عن 16 فريق بنلعب دور ال 16 ازاي؟ الاول بيلعب ال 16، الثاني بيلعب ال 15، الثالث بيلعب ال 14 وهكذا، مباراه رايح جاي، لو تعادلوا بيلعبوا مباراه ثالثه. النادي الاهلي وقعت قرعته مع نادي مدينه نصر، لعبنا اول مباراه في صاله الشهداء ودي كانت مباراه الذهاب وفزنا فيها الحمد لله بفرق كبير. جينا في المباراه الثانيه كانت المفروض تتلعب في نادي اهلي في نادي مدينه نصر، ولكن نادي مدينه نصر طلب ان المباراه النادي الاهلي يستضيفها ايضا، فتلعبت المباراه الثانيه في صاله الشهداء، ودي لقطات منها في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وفزنا الحمد لله بنتيجه 97-53، والنادي الاهلي يعتبر اول المتاهلين للثمانيه الكبار في دوري السوبر، عشان بعد كده هنلعب دور من رايح جاي، دور من رايح جاي حوالي احنا 8 فرق 14 مباراه. 14 مباراة هتبقى رايح جاي، منهم ملعب مباراة بتبقى على ملعبك ومباراة تانية بتبقى على ملعب الفرقة التانية. فبعد كده بيترتبوا تاني من الأول إلى الثامن ونلعب دور الثمانية بقى بلاي أوف أو الأدوار الإقصائية، الأول بيلعب الثامن والتاني لاعب السابع وهكذا، وطبعا السيستم اللي أنتوا حفظتوه معانا السنوات الماضية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الفرقة المحترفة مصابة. المحترفة مصابة، ما عندناش أزمة. طبعا هي الحمد لله رب العالمين كان كابتن ماجد الاداري قال ان هي يعني اصابتها مش بالشكل الكبير اللي هتخليها تغيب فتره طويله، ولكن في اخبار ان شاء الله ان هي بتتحسن ويا رب تلحق ان شاء الله الادوار المهمه. وده مش هيعطل الفرقه. ليه مش هيعطل الفرقه؟ لان كابتن طارق خيري منذ البدايه هو اصر انه يعمل فرقه كويسه، وان هو يبقى عنده عدد كبير جدا وسكواد كبير، ويبقى عنده مانوفر بين اللاعبات، لو غابت لاعيبه في مركز او اتنين يقدر يعوضه. الحاجه الثانيه، انت من حقك تغير المحترفة في شهر يناير. اتحاد السلة مديك هذا الحق، ان انت لو المحترف اللي لعب معاك من بداية الموسم حتى منتصفه في يناير تقريبا لك الحق ان تبدله. فانا بتهيألي لو الاصابة دي هتطول لما بعد شهر يناير، اتصور ان كابتن طارق خيري مضطر طبعا اللعيبة اللي معانا يعني جيدة جدا جدا، ولكن هيضطر اتصور، انا وجهة نظري يعني، انا ما بقولش خبر او حاجة، انا بقول يعني وجهة نظري الشخصية انه ممكن يضطر الى ذلك، خاصة انه مش هيقدر يلعب النهائيات. يمكن لعبنا نهائي دوري المرتبط من غيرها. انت هتيجي تقول لي طب يا كابتن ما هو وجودها ضروري، او وجودها ضروري، ولكن كسبنا من غيرها، كسبنا سبورتنج في مباراه تاريخيه، سكور ما حصلش بدون محترف.
طيب ده ممكن يحصل امتى او هيبان امتى؟ اتصور نهايه ديسمبر. نهايه ديسمبر لو اللاعبه المحترفه في النادي الاهلي ما دخلتش في مع الفرقه وبدات تتمرن، اتصور كابتن طارق خيري قد يلجا مضطرا الى تغيير المحترفه، وده حق اصيل لان انت محتاج هذا المركز ما يبقاش شاغر في الوقت اللي كل الفرق دعم فرقها او كل الانديه دعم فرقها بمحترفه. دي كان خبرنا عن كرة السلة سيدات. هنروح للرجال، رجال الكرة الطائرة. امبارح شفنا على شاشة قناة النادي الأهلي مباراة النادي الأهلي وبتروجيت، واطمنا كتير على الفرقة وأدائها، واطمنا بالأخص على اتنين محترفين لويجي واللاعب طبعا الكوبي يوندر اللي كانت أول مشاركة ليهم هما الاتنين. طب هتقول لي ليه يا كابتن؟ لأن لويجي كان مصاب في أنكل رجله ودي أول مباراة ليه لأنه غاب شهر عن التدريبات والاشتراك في المباريات، ودي كانت أول مشاركة ليه بالرغم من وصول بطاقته الدولية منذ فترة. ولكن بالنسبة ليوندر، لأن يوندر مضى متأخرا عن لويجي، فالبطاقة الدولية جات له منذ أيام قليلة، نقول يومين ثلاثة، فالنهاردة امبارح كانت أول مباراة. طبعا لقطات من مباراة امبارح اللي تابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي واللي كانت من الصالة الرئيسية أو صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، واللي اتلعبت امبارح الساعة 6:00. امبارح مباراة بتروجيت اللي حضراتكم بتشوفوها اللي ما شافهاش معانا امبارح خلصت 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19، 25-17، 25-16. 3-0 مكسب الفرقة امبارح إنه كابتن محمد مصلحي عمل روتيشن على كل اللاعبين. الأربع لعيبة مركز ثلاثة لعبوا، المراكز اثنين، أربعة، الليبروهات، كله لعب. على فكرة كابتن محمد اللقاني مدرب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك هو المدير الفني لفريق بتروجيت، يعني جهاز فني على أعلى مستوى. طبعا طول عمر بتروجيت من الخمسة الستة الكبار، فإذا كانت مباراة مهمة، فوزنا امبارح كان مهم. هنلعب إن شاء الله المباراة القادمة مع الترسانة. مجموعتنا مين عشان حضرتك تبقوا عارفين؟ مجموعتنا بنها مصر البترول، الترسانة، اسكندرية البترول، بتروجيت. المنافسة هيكون بين الأهلي بتروجيت والترسانة. أنا آسف، المباراة الجاية هنلعب مع بنها، المباراة القادمة هنلعب مع بنها. ليه أنا قلت الترسانة؟ لأن هو بتروجيت كانت بتلاعب الترسانة المباراة اللي فاتت، وبالمناسبة الترسانة كسبت بتروجيت في مفاجأة، كسبتها 3-1 في نتيجة الحقيقة كبيرة. ولكن أرجع وأقول إحنا لسه بدري، لسه الفرقة كلها ما دوسرتش للتوب فورم بتاعها، ولكن كابتن محمد مصلح ميدو مركز. وامبارح ضيوفي اللي كانوا مشرفيني سواء كابتن نادر نبير أو كابتن كريم جمعة وضحوا لي إن كابتن محمد مصلح ميدو معلي الحمل بشكل كبير جدا، ومش همه إن في ماتشات دلوقتي، على أساس إن هذه المباريات ليست بالحمل الكبير على اللاعبين، فلازم يعلي الأحمال عشان يعظم الاستفادة من المباريات. أنت رايح على المباراة مجهد، فإذا بيعظم الاستفادة من هذه المباريات. كل التوفيق لكابتن محمد مصلح ميدو واللاعبين. ان شاء الله ان احنا بنتصور ونتوقع، خليكم فاكرين كلمتين، ان شاء الله دوري وكاس السنه دي باذن الرحمن من نصيب النادي الاهلي، ولكل مجتهد نصيب. هنروح للكره الطائره سيدات. كان عندهم مباراه مهمه اول امبارح مع اصحاب الجياد، والحمد لله استطعنا ان هم يفوزوا بنتيجه 3-0. المباراه اتلعبت على صاله المركز الاولمبي في اسكندريه. المباراه الحقيقه كانت مهمه ليه؟ لانه كان يعني انت عارفين سكواد كبير، الفرقه محتاجه هارموني، لعيبه كتير، لعيبه جت في محترفين جداد، فدي اهميه المباراه. انت محتاج جو المباريات بشكل كبير عشان اللاعبات تخش في مود الماتشات. فرقتنا كده بفضل الله حققت اربع فوز متتالي على الظهور والاتحاد السكندري 6 اكتوبر واخيرا مع اصحاب الجياد. جمهور النادي الاهلي الحقيقه راح صاله الاولمبي وكان بيدعم فرقته بشكل كبير، والملاحظ ان الجمهور الحقيقه يعني هتف لكابتن الفريق نهله سامح بشكل كبير، لان طبعا نهله من اللاعبات حقيقه اللي هي قدوه في كل شيء الحقيقه. يعني نهله سامح كابتن الفريق قدوه خلقيا، قدوه فنيه، ليدرشيب، كل ما تستطيع، كل ما يتمناه مدرب في لاعب او لاعبه هتلاقيه في نهله سامح. فطبعا جمهور النادي الاهلي جمهور ذواقه، بيفهم، بيعرف اللاعب، بيفهمه. فكان ده امبارح يعني نداء وهتافات جمهور النادي الاهلي نهله سامح كانت في محلها. طبعا مع كل الاحترام اكيد لكل اللاعبات، وكلهم اكيد يعني يستحقوا الدعم، ولكن نهله اكبرهم سنا وهي كابتن الفريق وهي رمز الفريق من اللاعبات، فهتاف الجمهور لنهله سامح هو الحقيقه في الواقع هتاف لكل الفريق. طيب الماتش بتاع الزمالك اللي كان في الجوله الثانيه واتاجل هيتلعب يوم 5 ديسمبر، 5 ديسمبر اللي جاي، هنغمض ونفتح اليوم ده جه. طيب المباراة هتكون فين؟ المباراة هتكون في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، غالبا أتوقع أنها تكون في صالة الأمير عبد الله الفيصل عشان ظروف البث. الحقيقة البث من صالة الشهداء بيكون صعب لأنه وضع الكاميرات، الصالة من غير جمهور، من غير مدرجات، فبيبقى وضع الكاميرات صعب،
ولكن اتصور انها تتنقل في صاله الامير عبد الله الفيصل، هتبقى المباراه هنا. كل الدعم طبعا لهذا الفريق، وطبعا مباراتنا مع نادي الزمالك هتبقى مباراه مهمه بعد طبعا موسم الانتقالات اللي حصل، ولعيبه راحت ولعيبه جت، ولكن النادي الاهلي مصر انه يفرض سيطرته، مصر ان هو طبعا فنيا، قصدي طبعا ان انت راجل فنيا او فرقتنا فنيا هي الاقدر بالفوز ان شاء الله. ده هيترجم في الملعب نفس الكلام، ونفس الصاله شهدت فريق كره اليد سيدات الاهلي والزمالك واللي اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل، وشهدت طبعا تفوق كاسح للنادي الاهلي. كانت برضو مفاجاه للجميع، لان طبعا كان حصل النادي المنافس كان بنى الفريق بشكل جيد وكان في توقعات اخرى، ولكن بناتنا بنات النادي الاهلي كره اليد فرطوا كلمتهم، واتمنى ان شاء الله انه فريق الطائره سيدات ان شاء الله يفرض كلمته الفنيه في ارض الملعب في هذه المباراه. المباراه اللي جايه بقى مع مين؟ مع نادي وادي دجله. ده بالنسبه لسيدات كره الطائره. نتمنى كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي والجهاز الفني المعاون وكل اللاعبات ان شاء الله، وربنا يحفظهم من الاصابات. هنروح للاخبار المحليه كده، احنا خلصنا ده لسه، انا اسف، ده احنا لسه الجمباز خبر داخل جدران النادي الاهلي، انا اسف، احنا لسه داخل جدران النادي الاهلي، ما خرجناش بره جدران النادي الاهلي. عندنا جمباز النادي الاهلي زي ما كان حلقتنا اللي فاتت، وكان معانا طبعا العربي النجم الكبير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكان معانا طبعا مدربه كابتن كريم. كل الكلام عن جمباز كان الحلقه اللي فاتت بشكل كبير. النهارده خبر بيترجم الكلام اللي احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت. الجمباز بيبتدي تلعبه من 4 سنوات، النهارده فريق 7 سنوات في الجمباز في النادي الاهلي، الحمد لله استطاع انه يفوز ب 39 ميداليه في بطوله الجمهوريه تحت 7 سنوات. انتوا متخيلين السن 7 سنوات؟ في السن ده انت يعني بتشكل لاعب او لاعبه بسنتين ثلاثه لسه اطفال، فان انت تقدر تاخد 39 ميداليه ذهبيه في هذه المنافسات بطوله الجمهوريه، الحقيقه ده انجاز كبير وكان لازم نتكلم عليه ونحط الضوء عليه. طيب اللعيبه كسبوا اكيد ال 39 ميداليه دي بعد ما حققوا عروض مميزه جدا، وقدروا ان هم يعني يحصدوا هذا العدد من الميداليات باكتساح. والاهلي بيشتغل على ارتقاء بمستوى اللعبه من البراعم والحد الفريق الاول، واللعبه ليها اولويه كبيره عند مجلس الاداره، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا لينا صاله للجمباز، طبعا صوره لابطالنا وبطلاتنا يعني الاطفال، مش هقول بقى طبعا ناشئات، دول لسه اطفال 7 سنين 6 سنين 7 سنين. احنا بنتكلم النهارده عن صاله كبيره للجمباز في النادي الاهلي، المقر النادي الاهلي بالجزيره، وصاله كبيره ايضا في الشيخ زايد. احنا بنتكلم عن بنيه تحتيه للجمباز كبيره جدا في النادي الاهلي، في وجود طبعا 2 خبراء للرجال والسيدات من اوكرانيا، لعيبه اولمبيه، لعيبه حصلت على ميداليات اولمبيه، موجودين النهارده في النادي الاهلي ليلا النهار، خبراء اوكرانيين شغالين على تطوير هذه اللعبه طبعا مع الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز، ازاي يطوروا الجمباز. واكيد ده في الاخر وانت مغمض بيقعد على منتخب مصر. النهارده المصاريف والرعايه وضخ الاستثمارات دي في هؤلاء اللاعبين اكيد بيعود بالنفع اوتوماتيك. يعني اسعد حد النهارده اتحاد الجمباز عشان النادي الاهلي بيعمل الكلام ده، لانه هياخد لعيبه جاهزه تقدر تشارك مع منتخباتها او منتخب مصر بشكل جيد، يبقى في الاخر ده دعم ل يعني منتخب مصر. وخليني اقول لكم ان كل الالعاب اللي حضراتكم بنتكلم عنها دي النادي الاهلي بيرعاها بدون اي اعباء على الدوله المصريه. انا بحب دايما اقول كل ده بين كلامي، ان النادي الاهلي بيرعى 13 لعبه ما بين سباحه وجمباز وسكواش وسله وطايره ويد وتنس طاوله وتنس ارضي، مش عايز انسى لعبه الحقيقه، وتنس ارضي وتنس طاوله، كل هذه الالعاب يعني الحقيقه النادي الاهلي بيرعاها بدون اي اعباء على الدوله، ميزانيته دخله كل هؤلاء اللاعبين، الرعايه الطبيه، الرعايه النفسيه، الرعايه الفنيه. متخيلين يا جماعه النادي الاهلي قلعه كبيره جدا، ومع ذلك النادي الاهلي زي ما بيرعاهم بيرعاهم سلوكيا وخلقيا. النادي الاهلي النهارده يعني بيربي في النشء الروح الرياضيه، بيربي في النشء ازاي يبقى عنده اصرار على المكسب، عنده اصرار ومقاتله ان هو يبقى اول. كل الكلام ده بيطلع لك حتى لو مش بطل اولمبي او بطل رياضي كبير، ولكن بيطلع لك عنصر في المجتمع بناء وناجح وسوي. فاذا النادي الاهلي ليه رساله مجتمعيه كبيره جدا جانب الرساله الرياضيه، بيبقوا هما الاثنين ملتزمين في باكج واحد بدون اي دعم ولا اعباء على ميزانيه الدوله. طبعا النادي الاهلي نادي كبير مش محتاجين نتكلم عليه، ولكن انا بقول في وقت للتاني في حلقتنا دي حجم الجهد المبذول داخل النادي الاهلي، ودور كل الدعم طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب والنائب معالي الوزير عمرو فاروق، وطبعا مدير النشاط الرياضي الكفء كابتن خالد العوضي. هنروح للاسكواش داخل جدران النادي الاهلي. عندنا 2 نجمات كبار جدا سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، ياسرب عادل ونادين شاهين، الاثنين بيلعبوا في بطوله ماليزيا في الاثناء اللي احنا فيها دلوقتي.
المفتوحه للسكواش، وبطوله ماليزيا من البطولات الصعبه جدا، وماليزيا دوله عظمى في الاسكواش. ياسر عادل ونادين شاهين قدروا ان هم يصعدوا لربع نهائي بطوله ماليزيا المفتوحه اللي بتتلعب في الفتره 22 26 نوفمبر اللي احنا فيه، والمجموع جوائزها 55,000 دولار، ودي صور من البطوله. يثرب كانت بدات مشوارها بالفوز على بطله استراليا بنتيجه 3-0 في ماتش استمر ل 21 دقيقه فقط، وبعدين فازت في دور ال 16 على بطله جنوب افريقيا بنتيجه 3-1 في ماتش استمر 40 دقيقه، وده برده وقت مش طويل. يثرب في دور الثمانيه هتلاعب الامريكيه اوليفيا فيتشر والمصنفه الاولى على البطوله في ماتش صعب. ربنا معاك ان شاء الله يثرب. اما نادين شاهين فبدات مشوارها في دور ال 16 وفازت على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نور أبو المكارم بنتيجة 3-0. الحقيقة دي كانت مفاجأة كبيرة في ماتش قعد 64 دقيقة، وده وقت طويل. نادين هتلعب في دور الثمانية مع الماليزية راشيل أرنولد، وده مباراة أيضا صعبة. والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين الاسكواش في نادي الأهلي برضو من الألعاب اللي شايفة طفرة. مصطفى عسل كمان بيشارك، عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين على مستوى عالي سواء في المنتخبات، وكمان لعيبه اللي هم الجينيورز او اللعيبه اللي هم الناشئين والناشئات ايضا على مستوى عالي جدا. ونادي الاهلي الحقيقه عنده مجمع سكواش في نادي الاهلي فرع الجزيره، او لا المقر الرئيسي طبعا مش فرع، ده المقر الرئيسي في الجزيره، ملعب يضم او مجمع يضم 8 ملاعب، 8 ملاعب متجهز على اعلى مستوى. الناس اللي ما تعرفش او الجمهور النادي الاهلي اللي ما كانش ليه طبعا حظ انه يزور النادي الاهلي، لا عندنا مجمع في الاسكواش كبير جدا. وانا سامع الحقيقه ان ده مش هيبقى المجمع الاخير، هيتم بناء مجمع اخر في احد الفروع. يعني هنا النادي الاهلي بيوفر بنيه تحتيه في الاسكواش زي ما شفنا في الجمباز في الخبر السابق. دايما بنقول ختامها مسكو، دايما يعني فريق الاعداد طبعا انا بشكرهم، دايما بنخلي الخبر اللي يخص منتخبات مصر والحقيقه بيخلي راسنا في السماء نخليه اخر خبر عشان نطلع بعديه الفاصل ونستقبل الضيوف. ولكن خبرنا النهارده عن السلاح. كنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن فريق الناشئين للسلاح الحقيقه تحت 20 سنه واللي نجحوا ان هم يحصدوا الميداليه الذهبيه في بطوله العالم اللي اتلعبت في تونس. في يعني الحقيقه البطوله كانت صعبه، ويعني قبلوا من الصعابه الكثير، وقلنا هذا الخبر البطوله الحلقه اللي فاتت، وان دي بطوله مش سهله. الخبر بقى الجميل ان احنا تصدرنا، مصر تصدرت التصنيف العالمي في الناشئين في السلاح سواء في المبارزة أو السيف، وده خبر يعني لا يقل أهمية أبدا عن فوزنا ببطولة العالم. النهاردة مصر أصبحت دولة عظمى في لعبة السلاح، لعبة بقيادة كابتن الأستاذ أو يعني أقول إيه القائد عبد المنعم الحسيني، الحقيقة اللي أنا بعزه جدا لأنه شخصية رياضية ناجحة جدا، كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد اللي هو ومجلسه يعني والسابقين من المجالس. طبعا احنا مش هننكر دور كل ما نشتغل في ده، وصل بمنتخب مصر الناشئين اللي هم امل منتخب مصر في بطوله باريس 2024 لصداره التصنيف العالمي. طب خليني اقول لحضراتكم تفاصيل الخبر عشان نشوف قد ايه مصر بقت دوله عظمى في لعبه السلاح سواء المبارزه او السيف. طبعا لما خدنا المركز الاول تحت 20 سنه برصيد 272,000 نقطه، وجي في المركز الثاني منتخب اوزبكستان، في المركز الثالث جه منتخب ايطاليا، ده في دوله العالم اللي فاتت. اما لو رحنا لسلاح سيف المبارزه فنلاقي المنتخب اتصدر التصنيف برصيد 384 نقطه 1000 نقطه، طبعا انت بتجمعهم اثناء مشاركتك. وجي في المركز الثاني المنتخب السويسري اللي ليه تاريخ كبير في هذه اللعبه، وجي بعدهم طبعا المنتخب الامريكي في المركز الثالث. انتوا متخيلين احنا بنتكلم في سيف السلاح، في سلاح السيف، انت في المركز الاول ب 272 نقطه، كل ده تحت 20 سنه، اللي هم كمان سنه هيكونوا الفريق الكبير. ممكن التصنيف يقل شويه وبعد سنتين ثلاثه هتلاقي اللعيبه دي هي اللي بتتسيد التصنيف العالمي في السلاح. برافو، برافو على اللاعبين، برافو على الاجهزه الفنيه، برافو على الاتحاد. هذه هي الاخبار اللي تفتح النفس. مصر هي يعني تستحق من زي الاتحاد ده واللاعبين دول 10 15 اتحاد. في الحاله دي هنكون في الاولمبياد في مركز يليق بمصر ويليق بالدعم الحقيقه اللي في الرياضه دلوقتي، سواء بنيه تحتيه، دعم بمعسكرات، يعني الدوله في ممثله في وزاره الشباب والرياضه لا تتاخر على احد، وموفره بكل سبل الدعم الممكن. فخلاص انت عايز ايه دلوقتي؟ عندك بنيه تحتيه، ملاعب على اعلى مستوى، عندك دعم ومعسكرات فنيه، عندك مدربين على اعلى مستوى، يبقى الجهد والإخلاص من قبل الاتحادات، يبقى الجهد والإخلاص وتجنيب الخلافات في أي اتحاد عشان نوصل لهدف هو مصر. الاتحاد الناجح مش هتلاقي له حس، لا مشاكل
ولا قضايا ولا ولا ولا. الاتحاد الناجح اللي بيحقق تلاقيه صامت ساكت ملوش حس. الخماسي السلاح، نقول ايه، فكروني يا جماعه بالجودو الكاراتيه. انت سمعت اي حس يعني اي مشكله في هذا في هذه الاتحادات؟ يعني سمعت انت كده تنس يعني سمعت اي مشكله حاصله او حاجه خارج النص؟ لا، اللي بيشتغل والناجح عارف هو بيشتغل وناجح وعايز يوصل لايه. الجمباز يعني انا مش عايز انسى اتحاد، يعني يا جماعه الاتحادات اللي شغاله بشكل جيد معروف، فلما نلاقي اتحادات بهذا الشكل ناجحه ملهاش حس. اتمنى يا رب ان شاء الله. اليد احنا شايفين اتحاد اليد الحمد لله رب العالمين، اللجنه اللي موجوده دلوقتي ملهاش حس. فاذا انا بتكلم على ان احنا الشغل ونحط اسم مصر فوق اي خلافات بالشكل ده ان شاء الله هتلاقي مصر في المقدمه. ودي كانت اخر اخبارنا الحقيقه المحليه. هطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي طبعا، اساطير لعب التنس الطاوله في النادي الاهلي طبعا، نجمنا الكبير وحبيبي وصديقي يعني اللي انا بعتز بيه جدا الكابتن سيد لاشين، وحبيبي ايضا واللاعب الكبير واللي عامل موسم رائع محمد البالي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بالنجوم الكبار اللي منورين لي في الاستوديو، نجوم تنس الطاوله سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، الحقيقه اللي ليهم تاريخ كبير جدا وما زال حاضر مشرف. برحب بالبدايه بكابتن الفريق والنجم المتالق الكابتن سيد لاشين. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، منورنا حبيبي. ومش عايز اقول لك حلقاتك دي بتبقى يعني على قلبي زي العسل بامانه. ربنا والله لما يبارك فيك حبيبي، الله يبارك لك يا رب، كتر خيرك وكتر خير القناه والنادي الاهلي، ويعني احنا موجودين هنا في البيت الكبير. الله يكرمك. معانا طبعا نجم النجوم، والحقيقه ما شاء الله الموسم ده عامل موسم رائع، وده استكمال لمواسم كبيره اللي حفر اسمه الحقيقه من ذهب وحط اسمه مع النجوم والكبار وحط اسمه مع الاساطير في هذه اللعبه. برحب بكابتن محمد البيري اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وشكرا على المقدمه الجميله دي. لا ده حقك يا كابتن، وانت يعني ما شاء الله ماشي بشكل جيد، وربنا يحفظك من الاصابات. ربنا يخليك. في البدايه كابتن سيد ابارك لك على التجديد مع النادي الاهلي، وطبعا يعني مش غريب عليك، انا يعني ده خبر روتيني، انا يعني بنقول مش عايزين نقول ان هو يعني، ولكن كلمني عن التجديد ويعني واجواءه، كلمني ازاي يعني ايه اللي حصل؟ لا هو مفيش حاجه، هو القصه كلها انا خلاص انا مكمل مع النادي لحد ما النادي يقول كفايه ابو السيد وريح كده، يعني مفيش اي طلبات مفيش اي شروط ولا اي حاجه مش محتاجه يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني في دايما كده العروض والكلام ده، يمكن الحمد لله بفضل الله من نعم ربنا عليا ان حتى العروض ما بقتش بتيجي، يعني الناس رميه طوبه ان انا ممكن افكر تعدي الفكره عليا ان انا اروح الاهلي. تمام. الاهلي اللي بره مصر، اللي بره مصر خلاص يعني الدنيا ماشيه يعني بتاع، لان يعني ده الاحتراف. انما هنا في الاهلي يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن اتكتب عني ان انا نادي فلان عرض عليا كذا ونادي فلان والكلام ده ما حصلش، وانا قلت للناس انا ما فيش حاجه بتتعرض عليا، لان هم يعني الناس عارفه تعلقها تعلقي بالنادي الاهلي قد ايه وجمهوره ده انت يعني. تمام. فانا مش هينفع اصلا الفكره ما بتعديش على على بالي الحمد لله يعني. بيجي لك تليفون او مش تليفون في قعده، سيد انت معانا السنه دي في الاهلي؟ لا انت معانا السنه دي من غير تليفون. فين العود؟ من غير تليفون والله، احنا قاعدين انا معاكم يا جماعه. طب فين العود؟ انا اللي بسال اصلا الحمد لله، انت عارف بس ولا اي حاجه بس انت معانا يا كابتن اشرف، يقول لك يا ابو السيد انت معانا السنه دي. طب فيها يا كابتن فين العود؟ هو ده التجديد ده بالظبط كده. في حاجه زياده؟ لا لا والصورتين والتوكل على الله الحمد لله كده زي الفل. ده خبر. الف مبروك علينا والف مبروك ليك، ويا رب دايما كده منور النادي الاهلي يا كابتن. يا رب ربنا يعز النادي الاهلي، ودايما كده احنا فرحانين بنجاحاته فرقه كلها، وان شاء الله باذن الله يعني احنا متعودين من الاهلي على كده يا رب، ان هو دايما يفرحنا يا رب يا رب. نفس الكلام طبعا كابتن محمد، التجديد وتاني نفس القصه. الحمد لله والله يا كابتن هيثم، الواحد بقى له 20 سنه في النادي، فطبعا الحمد لله مبسوط بالتجديد في النادي، واتمنى ان شاء الله الواحد يستمر 20 سنه يا كابتن محمد. الحمد لله. في لحظه تسيب النادي؟ لا خالص، يعني الحمد لله الواحد طبعا انت عارف قد ايه الواحد اهلاوي من صغري، وانا بحب النادي والبيت كله برضو عندي اهلاوي، ومن ساعه ما كابتن سيد قعد معايا خالص وانا صغير من البدايه وكده، والحمد لله يعني يا رب ان شاء الله نكمل المسيره ونختم حياتنا في النادي ان شاء الله. طب يا كابتن يعني خلينا نتكلم انه انت ما شاء الله لسه راجع من اسبانيا ولعبت مباريات هناك، وبرده انا كابتن سيد برده راجع من تركيا، فعايزين نوضح للساده المشاهدين يعني ازاي بتلعب في اسبانيا وازاي ماضي مع النادي الاهلي، يعني فاهم الساده المشاهدين، لان برده الموضوع ده ممكن شويه فيه لبس مش فاهمين يعني الموضوع ايه. اتفضل يا كابتن. والله يعني بنحاول على قد انا وكابتن سيد واللعيبه برضو معانا في النادي اللي احنا نحاول نلعب في انديه بره في اوروبا، في دول اللي هي تسمح ان احنا نلعب في النادي الاهلي، عشان نعرف يعني في دول زي المانيا وفرنسا
ما بين يعني لازم نسيب النادي الاهلي لازم تتفرغ له. فاه بالظبط، فبنحاول انا وكابتن سيد واللعيبه برضو بتاعه النادي اللي احنا نحاول نلعب هنا او هنا تاخد خبرات بالظبط. نعم. ففي دول معينه بتسمح، منها اسبانيا ومنها تركيا، وفي دول تانية برضو زي السويد والتشيك اعتقد والحاجات دي بتسمح. فعشان نقدر يعني نوزن الامور شويه عشان نقدر نلعب برضو هنا ونقدر نلعب هنا يعني. طب اقول لك يا كابتن محمد، يمكن انت موسم جيد الحمد لله عملته، رحت الاولمبيات مع المنتخب وكنت متواجد معاهم، يعني قصدي اقول ان الموسم بالنسبه لك كان ناجح الحمد لله. واكيد ده بيبقى ليه انطباع بعد ما بتخلص بقى الموسم، سواء مع المنتخب وافريقيا، سواء هنا سواء هنا، سواء مع النادي، بتروح اوروبا بيبتدوا اكيد المنظور بيختلف. اكيد الكلام ده صح مظبوط، يعني بدليل كمان بعد بطوله العالم اللي احنا اديناها مع المنتخب الحمد لله الفتره اللي فاتت صحيح. يعني بقى في طفره يعني حصلت الفتره اللي فاتت في المنتخب فعلا، واللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه، سواء يوسف او شادي او شومان. ف دليل اللي هو ممكن يجي لنا عروض احتراف والناس بتبقى عارفانا اكتر، بتبقى في رهبه اكتر، بان كمان في الماتشات اللي هي القويه جدا مع منتخب كوريا ومنتخب هونج كونج، كانت الناس عامله صحيح. عامله حسابنا. فهو الموضوع كله بس اللي انت لازم تبقى مصدق نفسك، تبقى واثق في نفسك، وممكن نفسك فعلا حلو. ما دي حقيقه حلو. اللي احنا يعني اول مره في التاريخ اعتقد ندخل الدور ال 16 في بطوله العالم، ده دليل اللي احنا كنا مصدقين نفسنا. وكنت انا اول مره ابقى كابتن فريق في التوقيت ده، فمن خلال خبراتي قبل كده مع كابتن سيد وكابتن احمد صالح يعني الجيل القديم شويه، قدرت ان انا احاول اوصل ليوسف وشومان وشادي اللي احنا ممكن نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، فرصه نمسك فيها. نعم. والحمد لله اللي احنا قدرنا ندخل دور ال 16، ده كان اول مره في التاريخ يعني نقدر نعمله. وصدقني والله يا كابتن ياسر، من الفتره الجايه لو اشتغلنا على نفسنا اكتر ممكن البطولات الجايه نعمل حاجه كمان احسن. طب يعني برضو اشتغلنا على نفسنا، انا برضو يعني عايز يعني توضيح اكتر، هل لازم الاتحاد يرعى كمان اللعيبه بشكل جيد؟ هل انتوا كم محتاجين معسكر كمنتخب؟ ولا ممكن من خلالك انت المجهود الشخصي بالتنسيق مع النادي ووجودك في اوروبا في مباريات ده كافي؟ يعني هل الاتحاد ليه دور ولا الموضوع كله بيلقى على عاتق النادي؟ هو الاتحاد طبعا ليه دور والنادي ليه دور، هم بيحاولوا يساعدونا على قد ما يقدروا، وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كل القصه يعني بيساعدونا. بس هي الدور كمان بيبقى انا حاسس ان هو بيبقى اكبر شويه على اللعيب، زي مثلا انا في لعبه كتير متفرغه، فانا بشوف الموضوع ده مهم جدا، اللي انت لو بتشتغل يعني شغل بس احترافي تنس طاوله، بس بتفكر في تنس طاوله بس ما عندكش شغل تاني او نعم. الكلام ده اعتقد فرق. الموضوع ده بيفرق، الموضوع ده فادني كتير جدا الفتره اللي فاتت بعد ما خلصت جامعه وخلصت جيش، ويعني انا ما بشتغلش، فابتديت خلاص اللي انا دماغي كلها في تنس الطاوله، فحسيت ان انا بقى عندي تطور وعندي طفره ومعظم اللعيبه اللي في المنتخب اعتقد في النادي الاهلي برده ما بيشتغلوش كتير، فالموضوع ده فارق يعني. يعني يمكن نقطه مهمه كابتن سيف، يعني محمد قال كلمه نقطه مهمه جدا، الطفره اللي حصلت دي، ودي ادتني تفسير ليه اللعيبه النهارده بقت لعيبه محترفه متفرغه لتنس الطاوله فقط، فكان المردود على المنتخب وعلى الانديه وحتى على المستوى الشخصي. هو ده لازم، يعني هو اول حاجه في النجاح تمام ان انا امسك الطريق من اوله. صحيح. تمام، فمفيش حد هيعرف يطور من نفسه وهو عنده 50 حاجه في حياته. برافو عليك. تمام، لازم اركز شويه، اللي بيبقى عنده امتحان كيمياء ولا فيزياء بيبقى مركز في الامتحان ده، احنا بقى عندنا امتحان تنس طاوله كل يوم. صحيح. تمام، فلازم ابقى مركز فيه واقعد على قد ما اقدر يعني اتمرن واحافظ على سيستم الحياه اللي هو رياضي محترم وعايز يعمل انجاز في حياته. كل ده مش هينفع بقى ان انا شغله وبهدله وانت راجل مهندس بقى، فبهدلت كتير والله يا كابتن، بهدلت كتير قوي يا كابتن. فالموضوع بيبقى صعب مع ان انت محتاج تنس طاوله محتاجه مجهود بدني كمان وذهني. في كلام حضرتك صح، بس هي في موضوع شامل ولكل الرياضيين، ويمكن تنس الطاوله جزء طبعا كبير، انه اللعيب يبقى قلقان من مستقبله. ده اكيد، ما دي مشكله، فبيضطر يعمل حاجه جنب الرياضه عشان خايف لو في اي لحظه حصل. هقول لك ان انت برضو انت عندك جزء وفي جزء تاني. الكلام ده كان 100% زمان تمام، ان اللعيب لما بيبطل لو مش هيشتغل مدرب كان الموضوع اختلف يعني، خلاص ملوش مستقبل. صحيح. او الموضوع بيبقى صعب حاليا دلوقتي، وزمان ما كانش فيه فلوس زي دلوقتي. دلوقتي في ارقام كتير، ارقام كبيره، وفي فلوس تكفي وفي فلوس كويسه بالنسبه للناس، وبالنسبه لنا مثلا احنا بنلعب ممكن في دول بتسمح ان انت تلعب مره واثنين وبتاع. تمام، احنا كتنس طاوله احنا مش بناخد فلوس كتير. تمام، بس كافياك، بس الحمد لله رب العالمين سترانا، وده ودي نعمه من ربنا ومش طالبين اكتر من كده. بس الفكره ان الرياضه نفسها زمان كانت هوايه، تمام، دلوقتي بقت صناعه، بقى شغل. تمام، فبرضه الحته دي اتغيرت.
تمام. دلوقتي حتى لو في حد مثلا رايح يتجوز ولا حاجه، انا بلعب في النادي الاهلي، او يعني ممكن يكون موظف في شركه ولا في حاجه كده، بس هو قبلها انا بلعب في النادي الاهلي الرياضه الفلانيه، تمام. يعني برضو بتبقى واجهه هي كمان، صح، تمام. فدي حاجه مهمه، العقليه لما بتتغير معاه انت ممكن تعمل حاجات كتير، تمام. يعني تقدر توفر، تتعامل مع الرياضه كانها وظيفه، تمام. تشتغل الصبح واشتغل بالليل، فكر فكر احترافي. ده بالظبط، ما الواحد بيشتغل في الشركه او بيشتغل في الوظيفه اللي هو فيها ده احتراف. اعمل نفس الكلام في الرياضه، بيوصل وبتوصل المكانه وبتوصل للفلوس وبتوصل لل يعني للدخل الشهري اللي انت محتاجه او ايا كان اللي انت بتفكر فيه، هتعرف توصل له، بس امشي في السكه الصح. انا يعني انا فاهم من كلامك ان انت عايز اللاعب يركز اكتر، يعني بدل ما تشتت التجهيز ركز في ده، وهتجيب الفلوس برضه. بس ركز بالزبط. ركز في الكارير بتاعك، وصدقني ما تقلقش من المستقبل، لانه انت بالزبط. هتوصل لمرحله كويسه هتكفيك وتامن لك الدنيا. طيب بالزبط. انت لسه راجع من تركيا وكان عندك مباراه هناك، الاول عملت ايه هناك؟ الحمد لله المره دي توفقت، يعني المره الاولانيه دي تاني راوند عندنا بالزبط. المره الاولانيه الحمد لله يمكن كسبت 8 ماتشات او حاجه كده وخسرت ماتشين ما شاء الله. والمره دي الحمد لله كام؟ لا كسبت 8 ما شاء الله. لا المره فاتت كسبت 6 وخسرت 2، بس كان في ماتشات زوجي فيعتبر مثلا 8 او 9 او بتاع. والمره دي الحمد لله رب العالمين كسبت 8. لسه عندك راوند ثالثه او حاجه ولا؟ يعني عندنا 6 مرات ومره كاس، هم 16 فرقه بنلعب كل مره 4 ماتشات. ممتاز. ده اول اربع مرات، اول اربعه لحد تخلص الدور الاولاني 15 ماتش. الدور الثاني بيبقى دور الثمانيه بس، تمام، وبنلعب 7 ماتشات 4 في 3. ممتاز، تمام. وبعدين مره بقى كاس تركيا، وكل ده بيخلص قبل الموسم بتاع لما يبتدي، صح يا كابتن سيد؟ لا ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض زي الفل. زي الفل. ده حاجه برضو خلي بالك، خبرات، وفي الاول وفي الاخر انت بترجع تفيد النادي، لانه الحقيقه انت بتلعب على مستوى هناك برضو منافسه صعبه. والمستوى هناك حلو، ويمكن عشان موضوع ان انا مبطل لعب دولي ففاضي بقى والكلام ده، فانا يمكن السنتين اللي فاتوا انا كنت في البرتغال في اسبانيا، تمام، ولعبت معاهم برضو ماتش في البرتغال، او يروحنا الفرقه لعبت ماتش في البرتغال، ف كميه الماتشات قليله. أيوة. فيمكن عشان كده الحمد لله لما خلصت السنه، وهم كان عندي برضو ان انا اكمل في اسبانيا، بس قلت تركيا عشان كميه الماتشات اكتر، تعوض شويه اللي انا خسرتهم لو انا ما بلعبش مع المنتخب. يا مشرفنا يا كابتن. الله يكرمك. وكابتن محمد كمان رجعت من اسبانيا كمان انت برضو عايز اعرف عملت ايه ماتشاتك زي كابتن سيد برضو. والله الحمد لله لعبنا اخر 3 ماتشات، يعني الفرقه ابتدت الاول في بدايه الموسم كانوا جايبين لاعب سويدي، بس هو اتصاب للاسف. وانا ما كنتش لسه عارف اخد التاشيره. فخسروا اول ماتشين وتعادلوا ماتش، فلما رحنا لما انا رحت بقى لعبت معاهم 3 ماتشات الحمد لله، قدرت ان انا نكسب ماتشين واساعدهم في كل مباراه ان انا اكسب ماتشين. بس المباراه الثالثه خسرنا وللاسف خسرت ماتشين، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا شاركت معاهم. لو ما شاركتش احنا كسبنا 3 مباريات بالظبط، يعني كسبت 2 وخسرت 1. يعني قدرت ان انا اساعدهم ان انا احطهم دلوقتي احنا في المنطقه السادسه. طيب ولسه في راوند ثالثه ورابع. الدوري هناك عامل زي مختلف بقى عن كابتن سيد شوف تركيا. هم دورات رايح هو ماتشات هم جاي رايح جاي بقى، فالدوري ممتع. من سنتين كنا بنلعب انا وسيد في اسبانيا، كان الدوري عشان الكورونا كانوا عاملينه زي دورات مجمعه كده، عاملين مجموعتين ست فرق وست فرق. المره دي عاملين هم 12 فرق، ف 22 ماتش راح جاي، فالدوري كتير ده يعني ده كتير فممتع يعني ممتع. وخلينا اقول لك بس هيبقى وقت اطول، وقت اطول بنخلص في 4 يعني. ابتدينا هم ابتدوا في 10، ما عرفتش اروح لهم غير في 11، وهنخلص في شهر 4 ان شاء الله. والكاس بيبقى في شهر 3. سعيد بالتجربه دي جدا فعلا. وطبعا بتديني خبرات. اكيد خبره عشان ان شاء الله افيد النادي او المنتخب ان شاء الله. وبتروح تقعد في الراوند قد ايه مثلا، او في يعني في الماتشات حسب مستقر. هو الماتشات هناك كل ويك اند على طول، بيبقى معظمه بيبقى يوم الجمعه. فلو في مثلا جمعه وسبت او حد او الكلام ده ممكن اقعد، ما فيش ممكن ارجع شويه. كده هو بتحاول توظفها. طب انت شايف بامانه يعني في فرق في التدريب في اوروبا في الدوريات الكبيره دي يا كابتن سيد؟ هل في فرق في التدريب هنا في مصر، ولا انت شايف ان مصر، انت قلت كلمه حلوه او لسه فاكرها، لازم نصدق نفسنا بالظبط. هل انت شايف ان احنا اصبحنا كتنس طاوله لا بقينا على مستوى الدول العظمى دي، ولا شايف ان احنا لسه محتاجين شغل تاني؟ والله يا كابتن اسلم زي ما قلت لحضرتك، صدقني المشكله بتبقى فينا احنا. انت لو انت مصدق نفسك وفي الدماغ يعني اللي انت هتكسب
وتنزل انت عامل زيهم يعني مش هيبقى عندك اي مشكله خالص، بدليل اللي بطوله العالم زي ما بقول لحضرتك احنا ادينا بمظهر جيد جدا يعني. بالنسبه للتمرين اكيد التمرين لما انت بتروح اسبانيا مثلا او الكلام ده بتبقى انت يعني دماغك كله يعني ما عندكش بقى مشوار ولا عندك حاجه ولا فاضي تنس طاوله تتمرن بس فترتين، فاكيد التمرين بيبقى كويس. بس لو انت في مصر عايز تعمل حاجه كويسه برضو بتعملها صحيح في النادي الاهلي او في المنتخب خاصة او خاصه لو متفرغ زي ما انت قلت بالظبط، لو عندك شغل ده حاجه بتبقى يعني الامور صعبه. طب انا عرفت انت في بطولة العالم تعبته جامد يعني في السفر، رحت دبي ونزلته، وبعد دبي كان في ابلكيشن لازم تملوا فيه، قصه كبيره وحوار. انا ما كنتش اسافر انا وكابتن عماد وكابتن ماجد، متهيألي احنا اخر ثلاثه ركبنا الطياره مش عارفين تعملوا التسجيل اللي هو السايد، لدرجه الناس بقى في الاتحاد الدولي اللي ساعدتنا، وكابتن محمد دولتلي يعني بشكره من خلالك برضه، هو اللي ساعدنا وساعد ناس لعيبه معينه ثانيه، فقدرنا الحمد لله ان احنا نلحق الطياره يعني على اخر لحظه. كان كميه تستات كورونا غير طبيعيه رهيب، هم يعني البلاد كلها فتحت ما عدا الصين فعلا. وهم سامع النهارده جوانزو احتمال تقفل كمان، يا خبر ابيض تاني تقفل تاني والله لسه سامع النهارده في الاخبار ان هم عندهم اجراءات يا كابتن هيثم رهيبه، لسه الماسكات لابسينها والبدل والبدل اللي هي انا سمعت قبل كل الناس بالبدل البيضه دي تخوف يعني، هم اللي خايفين مننا وهم اصلا اللي جايبين لنا بدل التخسيس دي ضربني بشكا وسبقني ضربني بكا وشبقني واشتكى فالحمد لله السفريه عدت على خير وقدرنا الحمد لله اللي احنا نعمل نتيجه كويسه. كان انجاز بصراحه حاجه الحمد لله. شايف الانجاز ده ازاي يا كابتن سعيد؟ اكيد ده برضو بيديك سمعه انت كلاعب مصري، خاصه انت يعني كنت وانت لاعب دولي شهمت برضو ان انت ترفع اسم مصر بشكل كبير، شايف الانجازات دي بتساعد اللعيبه المصريين في كل مكان، بتدينا سمعه زي اللعيبه الصينيين كده، شايف ده مفيد للتنس الطاوله المصريه بشكل عام؟ اقول لك هو يعني اللي احنا فيه تمام يعني نتاج سنين كثيره تمام، الجيل اللي قبلي صحيح كباتن الكبار كابتن اشرف حلمي وكابتن اشرف صبحي وكابتن شريف الساكت والاجيال اللي قبلهم دكتور علاء يعني كل الاجيال اللي لعبت تنس طاوله قبلينا، كلنا زي يعني كلنا بنبني حاجه او بنحط طوبه في المبنى اللي احنا اللي هي تنس الطاوله المصريه يعني. البطوله اللي هم لعبوها انا كنت مبسوط منها بحاجه، يعني مبسوط فيها بحاجه تمام، ان البيلي اول مره زي ما هو قال كده انا اطلع زي كابتن فريق تمام، يوسف اول مره يلعب، محمد شومان برضو اول مره المفروض انه ياخد فرصه كتيره ما خدش فرصه كامله بس خد يعني نص فرصه وما كانش متاحه قبل كده زي الفل تمام. وشادي مجدي برضو نفس القصه، الثلاثه اول مره يطلعوا بطوله العالم، اول مره يطلعوا بطوله العالم بشكلها الجديد بالنظام الجديد بالنظام الجديد تمام. طبعا هو عدم وجود عمر عصر في الفرقه يعني لان هو اعتذر كان عنده حاجه، فالاعتذار بتاع عمر عصر ادى فرصه للمجموعه تمام، بقى في فرصه ان لا احنا ممكن نشم نفسنا احنا كمان ونلعب يعني احنا خدنا ونحاول 16 بوجود عمر عصر تمام، من غير وجود بالظبط تمام، فده بحد ذاته انت عايز تقول ده حاجه طبعا كويسة. انجاز كبير طبعا. بس هي الفكره نفسها تمام، ان دول يلعبوا سواء البيل هم كلهم بيلعبوا مع الانديه وكلهم شالوا مسؤولية الأندية، بس ما حدش فيهم شال مسؤولية منتخب مصر لوحده تمام، دايما صح. كان فيه بيبقى فيه عمر عصر، في كابتن أحمد صالح، في لما أنا كنت موجود وكان قبلنا زي ما بقول لحضرتك أجاب، دول لسه أول مرة الأربعة يشيلوا المسؤولية. البيلي لعب بس كان دايما بيبقى معاه عمر مع احمد صالح مع سيد لاشين قبل كده هو مع خد خطوه لقدام تمام، هو دلوقتي بقى هو المسؤول برافو عليك تمام. دي حاجه يعني بغض النظر عن فنيات اللعب والطاوله والكلام ده بتفرق جامد بقى في شخصيته وفي نفسيته وان انا لا ده في حاجه ممكن انا اكون لو انا كابتن فريق تمام ما اقدرش اعملها زي ما انا اكون وانا لاعب بعملها. الله ينور عليك تمام، ان انا مثلا واخد بالي من اللعيبه مهتم معاهم ننام ونصحى وشويه حاجات كده ايه حوالين اللعب صح غير اللعب. الله ينور عليك تمام، فهو كان محتاج الحته دي شويه. لا ده انا هتكلم معاكم بتفصيل اكتر، وكمان انتوا جايين لابسين بدل جايين الحفله بقى وحفله الرعايه الجديده، بس ايه عايز اعرف تفاصيل الحفله وعملتوا ايه، بس خليت على الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، الكباتن النهارده جايين ببدل وفورمه لانهم جايين من حفله الرعايه اللي كانت النهارده على اعلى مستوى، حضراتكم شفتوه على شاشه قناه النادي الاهلي، هنتكلم عن الحفله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، الحقيقه انا بتكلم مع ضيوفي نجوم طبعا تنس الطاوله، احنا الحقيقه الحلقه دي بتبقى مش بتحضر لها بامانه، يعني بنبقى بنتكلم
من قلوبنا، لان مش عايز اقول لكم قد ايه يعني قدر الاخلاق والتواضع والفنيات والشخصيه حاجه يعني كاريزمات في تنس الطاوله عندنا في النادي الاهلي بشكل كبير. النهارده كان في حفله للرعايه الاولى طبعا للنادي الاهلي، الراعي الاول للنادي الاهلي، وكانت مراسم كويسه جدا وفي لفته كويسه من مجلس الاداره، دعا كل رموز الالعاب وكباتن الفرق اللي يكونوا موجودين في هذا الحفل، وكان كابتن محمد البالي موجود وكابتن سيد لاشين كان موجود. خليني النهارده اسالك عن الحفل وايه اللي لاحظته وايه اللي شفته في الحفله يا كابتن. اول حاجه طبعا والله يا كابتن هيثم يعني كلام بجد فعلا، الحفله فعلا تبقى انت فخور اللي انت قاعد اللي انت يعني جزء من منظومه النادي الاهلي، حاجه تعتز بيها كده، حاجه فعلا تليق بالنادي الاهلي، كانت اعلى مستوى، والاهلي طبعا معودنا على كده، ان شاء الله ان شاء الله على طول يبقى في تقدم كده وفي حفلات وان شاء الله يبقى في مكان عاليه دايما يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني اكيد النادي الاهلي عقد الرعايه ده بيبقى ملي مهم، يعني كره قدم، يعني بيبقوا شايفين كره قدم، يعني الالعاب زي ما انت عارف الالعاب الاخرى ما بتجيبش انكم قوي جدا زي الكره، ولكن النهارده النادي الاهلي بيدي دعوه لكل رموز الالعاب، لان انت تيشرتك هيبقى عليه هذا الراعي، تيشرت كابتن السيد هيبقى عليه نفس الراعي، وتيشرتات اليد والسله والطايره هتبقى عليها نفس الراعي. فالنهارده رساله ان النادي الاهلي مجتمع واحد، انت واخدنا باكج واحده مش كره القدم بس. بالظبط، صح انا غلطان؟ دي حقيقه فعلا، هم قالوا كده في الحفله اللي هو راعي الالعاب كلها، هي هتبقى يعني رعاه الالعاب كلها ان شاء الله الفتره الجايه، ودي حاجه فعلا زي ما انت حضرتك قلت هتبقى حاجه كويسه جدا، مش الكره بس، في اهتمام ايضا بالالعاب الاخرى يعني، فدي حاجه كويسه وحافز ان شاء الله لينا يعني. اكيد، وده حاجه جديده يعني برضو كابتن سيد، يعني متاكد على كلام كابتن محمد، النهارده الحفل كان عامل ازاي؟ رحتوا الساعه كام؟ يعني كلمني بقى بتفاصيل اكتر. احنا رحنا بدري شويه يمكن الساعه 12 كده، والحفله تقريبا ابتدت يمكن الساعه 1:30. اه ممتاز. طبعا دي لقطات من الحفله، ودي كلمه الكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ورئيسه. اتفضل. فالحفله يعني تنظيميا والحاجات دي الواحد مش محتاج يتكلم عليها، الاهلي يعرف يعمل الحاجات دي، وطبعا الشركه ينفع نقولها طبعا شركه اتصالات برضو شركه كبيره جدا وحاجه جميله، بس انا اللي عجبني ولفت انتباهي في الموضوع شركه اتصالات انها بتقول احنا شراكه اكتر ما هي رعايه. يا عيني يا كابتن. تمام، حته الشراكه دي مكسب للكل، الرعايه يعني هو هات وخد وخلاص، تمام، انما شراكه اعم واشمل. احنا الاثنين لازم نخدم بعض ونقف جنب بعض ونساعد بعض عشان احنا الاثنين نتطور. فانا عارف فكر النادي الاهلي انه دايما بيسعى للتطور ويسعى ان هو يبقى احسن في كل حاجه، والشركات الثانيه استثماريا وعايزه تكسب وعايزه اسمها يبقى اكبر ويغتصب بالنادي الاهلي ده في حد ذاته. فوجودك مع النادي الاهلي تمام دي حاجه كبيره جدا، وحته ان هم يعني كانوا مركزين على قصه انها شراكه اكتر من انها رعايه، انا دي كانت بسطاني قوي، ويعني حسيت ان في اختلاف. لا، حسيت فيها بقيمه النادي الاهلي اكتر. تمام، لان الناس دايما حتى هتلاقي دايما الناس اللي بتتكلم على قصص الرعايه تمام، انا هاخد كام فلوس قد ايه كام سنة الحاجات دي وخلاص، وجابها وكفى الله المؤمنين والقتال. طب حضرتك لما يكون الراعي اللي هيديك فلوس مش بيفكر وهو هيديك، تمام، هو في العادي دايما اي شريك بيبقى فيه هات وخد، تمام، النادي الاهلي بيدفع حاجات تانية غير الفلوس، تمام، بس كل الناس بتيجي تديله فلوس. يعني افهم من كلامك، لا بس في نقطه معاي مهمه، افهم من كلامك كابتن سيد، انت وصل لك رساله كراجل كابتن فريق تنس الطاوله في نادي الاهلي واحد حضور هذا الحفل، ان انت شايف ان قد يكون في المستقبل في تعاون بشكل اخر مع شركه اتصالات. هو ده اللي باين، ده اللي فهمته. يعني مش هيدي مثلا وليكن الفلوس اللي هيديها وليكن 10 قروش، هيدي النادي الاهلي 10 قروش وخلاص هو مطلوب. لا، النادي الاهلي عليه التزامات، النادي الاهلي شريك. نعم. تمام؟ واتصالات شريك. برافو. فده عليه التزامات وده عليه التزامات. بص يا كابتن، طبعا دي مراسم توقيع العقد. اكيد. حاجه كمان مهندس سيف الوزيري طبعا. طبعا. كابتن محمود الخطيب طبعا هو في بدايه طبعا الصوره، ومهندس سيف الوزيري الحقيقه اللي ليه دور كبير جدا، يعني بصراحه هذا الرجل عنده طاقه ايجابيه كبيره جدا. المهندس سيف الوزيري طبعا، دكتور سعد شلبي مدير التنفيذي طبعا النادي الاهلي، ومسؤولين طبعا شركه اتصالات. احنا بنتكلم هنا على طابلو رائع، يعني حاجه جميله جدا، والتيشيرت وعليه، وعلى بالمناسبه يا كابتن الالوان
الاتصالات نفسها الالوان بتاعت النادي جاي عليها. ده هو تم تعديلها بشكل او طبعا مجلس اداره النادي الاهلي فرحان لانه شريك في هذا النجاح. بالظبط النهارده بنتكلم على حتى الالوان بتتنسق بشكل معين عشان تليق على بعض، حاجه جميله النهارده. يعني هذا الاعلان او هذا الراعي هيكون اعلانه في كل مكان في العالم، يعني انت لما تخش بطوله عالم يعني اكيد وبص الشياكه، يعني تسليم الدروع تبادل الدروع تيشيرتات حاجه فخمه، وبص كل يرتدي يعني كرافات يعني الكابتن محمود مش كرافات كرافات حمراء طبعا. احنا مدعوين فما كانش في كرافات، انت مش محتاج كرافات حمراء يا كابتن، انت مش محتاج كرافات، انت يعني ما يعني انت هيشوفوا كابتن سيد لاشين هيقولوا ده النادي الاهلي، وشايف العلم اللي على الترابيزه يا كابتن، يعني زي ما انت قلت دي مش رعايه دي شراكه. هو تبقى راعي النجاح ولا تبقى شريك نجاح؟ طبعا أنا واقوى ملاحظه في محلها بصراحه يعني. انا كنت مبسوط بيها قوي بصراحه. كابتن محمد يعني قول لي يعني المراسم دي تحضرتها من القاعه وشفت طبعا مراسم التوقيع، ويعني اكيد حضرتك عرفت ان هو مش اخر راعي للنادي الاهلي، هناك في رعاة اخرى سيتم تقديمهم، ده برضه حسسك ان الدنيا الحمد لله تسير بشكل جيد جوه النادي الاهلي؟ طبعا هم فعلا قالوا كده، وقالوا اللي هم هيقدموا ان شاء الله الرعاة هيعملوا حفلات ان شاء الله متتاليه الفتره الجايه، هيعلنوا على الكلام ده، ودي ان شاء الله حاجه مميزه للنادي الاهلي. طب جهز بدلك بقى جاهز من دلوقتي خد بالك بقى عشان مش هنروح كل الحفله ببدله البيلي عن الشياكه بدل بقى والشياكه والكلام، لا انا عايز بقى جاي ست سبع بدل يقولوا بس سطر بدل كده في الدولاب بتاع كل راعي ان شاء الله انا جاهز الاهلي بس طب الالوان واحنا ننفذ على طول ان شاء الله. وخلي بالك برضو يعني انا عايز اقول ان ده نجاح، يعني ده بيوريك قد ايه قيمه النادي الاهلي لما تلاقي الرعاة يعني بيتسابقوا، وده حاجه حق مشروع طبعا بالمناسبه ان انت يعني تلتصق باسم النادي الاهلي، فده يوديك قد ايه كلام انت قلت في الاول يا كابتن محمد انه انت فخور ان انت تنتظم او تنتمي لهذه المنظومه. بالظبط يعني ده اكيد حاجه يعني جيده جدا. طيب خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع يعني اقول ايه يعني نجوم واساطير في كل شيء، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن اروح لكابتن محمد البالي. احنا بنستعد يا كابتن محمد البطوله العربيه اللي تقام في القاهره ان شاء الله في من 25 ديسمبر القادم ل 31 ديسمبر. كلمني عن البطوله اكتر، خلينا نحط الضوء عليها، تستعدوا لها ازاي، مين اللي هيشارك من الفرق، يعني كلمني بشكل عام عن البطوله واستعدادنا ليها. ان شاء الله يعني احنا بنستعد خلاص من دلوقتي، بيبقى عندنا برضو ماتشات الدوري اللي هي الذهاب والعوده، وطبعا شغالين تمرين، فهنستعد الاهم بقى البطوله العربيه زي ما حضرتك قلت. البطوله السنه دي ما هتبقى من اقوى البطولات، البطولات هتبقى مختلف عشان في مصر ثلاث انديه بيشاركوا الاهلي والزمالك وانبي، كلهم الزمالك وانبي كل واحد معاهم محترف، انديه البحرين برضو وقطر البحرين البحرين. احنا مش هنجيب محترف، لا احنا هنلعب احنا عندنا لعبتنا محترفين والله العظيم بالظبط الحمد لله يعني. والباقي شمال وغير انا مش كل لعبتنا الحقيقه مش عايز كلهم محترفين بالظبط صحيح. فالبحرين البحريني برضو جاي ومعاه محترف، وصار البحريني وقطر القطري ما اعرفش برضو النادي القطري التاني مين. الاردن جاي مين احد؟ الاردن طبعا كل الانديه معظمها جايه وجايبه محترفين، فالبطوله هتبقى قويه جدا، وزي ما بقول لحضرتك هتبقى على ارضنا، فالمنافسه هتبقى شرسه، فاتمنى ان شاء الله. خلي بالك يا كابتن برضو لما بيبقى في بطوله عربيه في اي لعبه في القاهره الاشقاء العرب بيتسابقوا بيحبوا اللي هم يجوا هنا فعلا، فاللي ما كانش بيروح يعني انا افتكر ان البطوله اللي فكرت في الاردن كانت في الاردن سبناها رجال وسيدات الحمد لله، ولكن انا بتهيأ لي ان البطوله دي هتشهد اقبال من دول كتيره جدا. بالظبط هم بيحبوا مصر زي ما حضرتك بتقول، كانوا مستنيين البطوله بقالها فتره نفسهم تنظم في مصر، فالحمد لله اللي اتنظمت. بس زي ما بقول لحضرتك البطوله دي هتبقى من اقوى البطولات عشان الزمالك وانبي هيشاركوا معانا. في مصر في استاد ولا استاد القاهره؟ صاله 2 اعتقد. هتتجهز بشكل معين بالظبط والبطوله كمان توقيت حلو، وزي ما بقول لك الدول العربيه كلها الانديه العربيه كلها جايه يعني يعني منافسه قويه وجايبين معاهم محترفين على اعلى مستوى، فاعتقد اللي هتبقى من اقوى النسخ ان شاء الله. واحنا هنشارك رجال وسيدات ان شاء الله رجال وسيدات. كابتن سيد طيب البطوله العربيه رايك ايه، وهي زي ما قال كابتن محمد هل هتبقى بطوله يعني تتفق معاه في الراي انها تبقى بطوله قويه هيشارك فرق كتيره محترفين، اديني تصور عن البطوله واستعداداتها وازاي نكسبها يا كابتن؟ هي بتبقى بطوله صعبه طبعا، ممكن صعبه جدا، واصعب ما فيها الضغط اللي بيبقى علينا احنا، لان احنا يمكن اغلب البطولات العربيه اللي لعبناها ما كانش بيبقى فيها محترف، ما بنجيبش محترفين. نعم تمام، فالموضوع بيبقى صعب ان انت المفروض مطلوب منك حتى ما تخسرش ماتش في البطوله من لعيب عربي. تمام، فالموضوع بيبقى خلي خسارتك بس لو هتخسر من لعيب المحترف في الفرقه، انما ما تخسرش من عربي ده مش مسموح مش مسموح. تمام،
فالموضوع بيبقى خلي بالك انت بتصطدم بفرق او قطريه مجنسين، يعني ممكن تلاقي العيال لا ممكن تبقى فيها ثلاثه اجانب. لا لا كانت هتحصل حاجه زي كده وما حصلتش، انه يبقى صيني متجنس ومعاه صيني، دي كانت هتحصل وما حصلتش. انما يعني في اللي هم الاغلب عرب برضو، يعني مثلا يمكن مره عملوها صيني، جايبين صيني محترف وادوا ان هو قطري وقالوا يلعب معاه تونسي. فبرضه لسه يعني ايه التونسي زي عربي يعني زيه زي القطري. دي كانت عربي. مره واحده وما تمتش، وبعد كده بقى القانون القديم اللي هو لعيب محترف واثنين من نفس البلد. تمام. الجنسيه يعني معاهم اولاد البلد. حامل جنسيه البلد. تمام. فالدنيا كانت ماشيه كده، وده بيبقى ضغط مش طبيعي علينا، ان انت كل ماتش ممكن في يعني في ماتشات الفرق العاديه لو بنلعب مثلا منتخب مصر ضد اي منتخب تاني بيبقى اللود اقل كتير قوي. نعم. تلعب وانت مبسوط والدنيا، لا انا حتى لو انا خسرت زميلي هيكسب والدنيا هتبقى وهناخد البطوله من غير في ضغط البطولات العربيه. انما دي انت بس يعني هو واحد هيخسر احنا خسرنا. برافو عليك. لان انت المحترف بتاعهم المفروض المجانب المفروض ان هو هيكسب الماتشين، واللي هي بيست اوف 3 اللي يجيب 3، بيست اوف 5 اللي يجيب 3، بيست اوف 5 اللي يجيب 3. فالماتش ده كل واحد فينا بيلعب وحاطط سكينه على رقبته. يا خبر. تمام. طبعا فانت من اول ماتش في البطوله عصبي. وكمان يعني برضو دي حاجه انا شايفها حلوه، بس هي يعني بتبقى ضغط علينا اكتر. الاتحاد العربي سمح ان هو كان زمان الفرقتين بقوا 3. تمام. فالنهارده انت عندك 3 فرق، بقالهم نسختين او 3 بقوا 3 فرق. فانت كل الانديه بتجيب، العراق بيجيب، والسعوديه ما اشتركتش اخر بطوله او اخر بطولتين، الاردن بتجيب، الكويت بتجيب، الاردن بيجيب، قطر بتجيب، البحرين، تونس بتجيب، الجزائر بتجيب، اغلب الدول كلها بتجيب. تمام. وطبعا زي ما حضرتك قلت كده ان الناس بتحب تيجي مصر. فاللي ما كانش عامل في حسابه انه جاي بيجي، فبيبقى عندك بقى عدد ماتشات كتير مع الشده دي. عدتش انت فيه يعني الواحد بيخلص البطوله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لما ربنا يكرمنا ونكسب بيبقى فعلا كانك شايل حمل جبل وتشال. طب خلينا نتكلم عن فرقتنا الرجال، احنا كام لاعب بيستعدوا دلوقتي، وهيتم اختيار كام لاعب منهم، ولا كل ممكن يشارك؟ يعني كلمني بقى تكنيكاليتي اكتر في قائمه الفريق. القائمه الرسميه اللي بتلعب البطوله 6، اقدر اسجل 6 لاعب ماكسيموم. احنا فرقتنا كام لاعب؟ احنا المفروض ان احنا 9. 9 هيتم اختيار 6. بيختاروا 6. حلو. تمام. 6 دول بيشاركوا، 6 بيلعبوا كل ماتشات. حلو. هل من حقي يعني الستة دول يعني كل مباراة العب بيهم؟ ما مش هلعب بيهم كل مباراة. تلاتة. تلعب انت تلعب تلاتة اللي بتسجل في الماتش. تلاتة. بالظبط. بيبقى في حسابات بشكل معين. بالظبط. طب ما ده برضو عدد كويس، يعني انت عندك تلاتة بيلعبوا وتلاتة مريحين. اكيد دي حاجة حلوة. دي حاجة حلوة. احنا الحمد لله ممكن لو كنت 4 زي بطولة العالم مثلا صح كانت صعبة، بس الستة بيبقى عندك امكانية تعمل روتيشن كتير. بطولة العالم كان عشان برضو ظروف كورونا والكلام ده فضاغطين العدد. تمام. انما هنا الدنيا 6 ويعني الدنيا حلوة، تقدر تلعب بالستة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني من نعم ربنا علينا النادي الاهلي ان احنا 6 او مش 6، ان احنا كلنا واحد. نعم. فالتسعة زي 6 زي 5 كلنا واحد. الفرقة كلها أي حد بيلعب كفاية إن هو عارف يعني إيه بيلعب باسم النادي الأهلي والمسؤولية اللي عليه. تمام. فلما كنت بتقول للأهلي بقى وأنت جاي إيه؟ قول لي بقى على الهوا كده تاني. كنت بتقول له إيه؟ قول لي أنت كنا قلنا على الهوا، قول لي بقى كنت بتقول إيه؟ قول ما فيش حد سامعنا ولا حبيبي. إيه بالظبط؟ ما فيش حد سامعنا أوي. اللي هو النعمة وإزاي نحافظ عليها. معرفة إن النعمة نعمة. تمام. ان احنا نبقى عارفين ان احنا الحاجه دي نعمه عندنا، دي نعمه، لان في ناس كتير بتبقى عارفه بتبقى عايشه في نعمه ومش عارفاها. صح. ما تعرفهاش غير اللي لا الصحه. نعم. لو انا عايش في صحه ما بصحاش الصبح اقول الحمد لله يا رب ان انا صحتي كويسه. بتعتاد النعمه. لما يحصل لي حاجه لا قدر الله ولا حاجه وابتدي اتكلم بقى انا مش قادر اتحرك او بتاع، الحمد لله يا رب فين نعمه الصحه اللي راحت. تمام. لما النهارده نفس الكلام نعمه النادي الاهلي. بالظبط. انت نعمه الروح اللي ما بينكم، وان انتوا بتقولوا احنا 9 ولكن احنا واحد. هو طبعا يمكن حضرتك سجلت مع يعني سجلت معانا مع الفرقه كلها كلنا هي حاجه واحده يعني الحمد لله رب العالمين. مع فرق السن يمكن انا دلوقتي ان شاء الله يعني فبراير الجاي 43،
البالي 23 سنة. لا على فكرة والله أنا والله أنا مبسوط بيها. ما شاء الله عليك في الملعب 23 سنة يا كابتن. لا دي حقيقة. أنا مبسوط بيها تمام، لأن أنا يعني يمكن حاولت على قد ما أقدر في السنين اللي فاتت إن أنا ما أقصرش في حاجة في حياتي الرياضية، فأنا مبسوط إن أنا ربنا أكرمني بالنتيجة دي. البيلي زي ما قال لك انا من الناس الاوائل اللي انا قعدت معاه في النادي تمام. عمر جه معايا في نفس السنه، عمر عصر وخالد عصر، محمد شومان كان قد كده ومعايا، شادي مجد انا واقف له حتى هنا 12 سنه. هنا جوده احنا نروح جوده انت خدتها كنت شايلها على الترابيزه. هنا جوده دي اخر الواردين كانت لسه صندوطه خالص. شادي مجدي انا عشان هو بيتضايق من الموضوع ده انا واقف له هو تحت 12 سنه تمام. فانا بالنسبه لي دول اخواتي الصغيرين وهم بيتعاملوا معايا ان انا اخوهم الكبير تمام. لما بننزل على الطاوله بنلعب ماتش ولا حاجه كلهم عايزين يكسبوني وانا عايز اكسبهم تمام. بس ده اللي يعمل فرق بره، مجرد بس ما نسلم عليه على بعض وعلى الحكم. لعبتهم تقريبا كلهم في بطاقه الفرد وهم لعبوا، اول ما بنخلص بنسلم على الحكم اخويا وحبيبي الموضوع انتهى وخلصنا. هو دي الاحتراف يا كابتن، هو ده الاحتراف والفكر الاحتراف. بحبهم وبيحبوني يعني. مثلا كان عندي الماتشات البطوله اللي فاتت والبيلي عارف انا هلعب مع مين تمام، لان هو برضه لعب في تركيا كذا سنه، يقول لي خد بالك اعمل كده مع كذا، ده هتلاعب ده تعمل كذا، بتتبادل الخبرات. وبرضه اللي قال لي كده في اسبانيا بصراحه كان متابعني يعني احنا كده. ولما يبقى طب خليني يا كابتن، احنا يعني فاضل والله الوقت بيجري ما شاء الله معاكم، بس خليني في دقيقه. كل لاعب بيبقى له طموحات السنه دي، في 20 ثانيه كده طموحاتك ايه السنه دي يا كابتن بيل؟ اولمبياد باريس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله واضحه وصريحه. ده عدى سنتين عدى. لا معلش ما هيش سنه الوحيد اللي باصص عليها كابتن سيد. انا اقدر ابقى واقف على رجلي وبساعد النادي الاهلي في تحقيق اللي النادي الاهلي طالبه ان شاء الله هتحقق. كابتن سيد بامانه نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. كنت سعيد بيك كابتن سيد لاشين طبعا، كابتن فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابق. بشكرك نورتني وشرفتني. ربنا يبارك فيك، الشرف ليا. كابتن محمد البيلي طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتني وشرفتني كنت سعيد بيك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وبقى دايما ببقى مبسوط وانا مع حضرتك. اكيد طبعا تنورنا وشرفنا ده مكانكم يا كابتن. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده مع اساطير تنس الطاوله في النادي الاهلي. شفتوا قد ايه الروح وقد ايه طبعا حب هذا الفريق وعشقه للنادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.